السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة ديالكم تكون طيبة إن شاء الله يا ربي. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم روتين من يوميات رمضان، كيفاش داز عندي هذا النهار، وكذلك شنو هما الشهوات اللي وجدت لي، شي حاجة اللي سهلة مهلة وكتحضر في وقت وجيز والأهم أنها لذيذة. مع كذلك غادي نشارك معكم دي بون بلون لي زوينين، بعض المنظمات اللي خديتهم اللي غادي ينفعوك بزاف والثمن ديالهم رخيص بزاف. لذلك إلا كنتم مهتمين فخليكم معايا من البداية حتى النهاية ديال لا فيديو، فرجة ممتعة. مؤخرا مشيت لأسواق السلام باش نتغدى شي حاجة كانت خاصاني، وبالصدفة كنت ديزا مجيت المنظمات، يعني شي حاجة لي ضرورية أنني نمشي للمرجان أو لا أسواق السلام وندوز من بلاصة ديال المنظمات من بلاصة ديال المعن. يعني هذه شي حاجة لي ضرورية وقيلة ماشي غير أنا اللي كنديرها، كاع نسا كيديروها. لقيت هاد المنظمات لي زويني بزاف وشحال مدة طويلة وأنا كنتسنى أنني نلقاهم وناخدهم بثمن اللي جد مناسب. غادي نشارك معكم الأثمنة، وفعلا راها شي حاجة اللي زوينة وغادي تفرحوا أنكم تاخدوها زعما لأنها رخيصة. بالنسبة لهاد المنظمات هادو لقيت فيهم جوج ديال الأحجام، للأسف ما لقيتش الحجم الثالث اللي كيكون كبير. كذلك خديت هاد المنظمات ديال الثلاجة اللي حتى هما الثمن ديالهم رخيص، ولقيت الناس بلي طاروا بهم. أول يعني كسرت ما الثمن ديالهم رخيص، الناس زعما ان فوا حطوهم الناس طاروا بهم. يلا لقيت انا هادشي اللي بقى وخديته، قلت ان شاء الله نرجع مره اخرى الا لقيتهم مازالين دايرينهم نعاود ناخذهم. بالنسبه لهاد المنظمات راه خديتهم قبل رمضان باش نوضحوا الامور اللي صاب لكم راه باقيين دابا، ولكن ما فيها بس انكم مره مره تضربوها كطليله في اسواق السلام وتشوفوا الى عاودوا جابوهم. بالنسبه لاول حجم هو هذا، هو الحجم الصغير هذا تيهز نص سترون، يعني راه كاتبينها فيه هنايا لتحت. البلاستيك ديالو زوين، يعني انكاسابل. اللي زوين فيه هو ان فيه هذا السيليكون هذا اللي كيخلي هاد لابواط انها كتسد مزيان، ما كيدخل ليهاش الهواء. يعني اي حاجه درتوها فيها سواء ديال الماكله ولا ماشي ديال الماكله فهي كتسد عليها بطريقة محكمة. هذه الثمن ديالها 10 ديال دراهم، 10 دراهم فاصله شي 90، يعني هي 11 درهم. خديت منهم 4. كيف ما قلت لكم راه هذا الشيء اللي خديت هي اخر حاجه بقات في ستوك عندهم، هادشي اللي كل قص اكثر كنت غادي ناخذهم. خديت هذا الحجم الثاني هذا، هذا تيهز اترو، حتى هو نفس لاكاليتي ديال لي بواط الاخرين، حتى هو لاكاليتي ديالو زوينه، في هذاك السيليكون. بالنسبه لهذا الثمن ديالو 15 درهم، وكنت باغا ناخذ حتى الحجم اللي طول منه اللي كيهز اترو نص، ولكن للاسف ما لقيتهمش، الناس تخطفوا عليهم لانهم فعلا زوينين. للاشاره فهاد، وكذلك خديت هاد، كنت بغيت نهضر لكم على واحد النقطه ولكن نكمل معكم بعدا. هاد المنظمات هادو حتى هما ديال الثلاجه، هادو عجبوني بزاف، كنت هما بغيت ناخذ كونتيتي كثيره ولكن هادو هما اللي لقيت. كنت بغيت ناخذ ديال الخضر وكذلك هادو بالنسبه لهادو فغادي نقدهم معكم، غتشوفوا شنو غادي نجمع فيهم. هادو كتجمعوا فيهم بزاف ديال الاشياء، القريعات، هادوك السقاطه اللي كتاخذوا للدراري ليكول، مهم بزاف ديال الاشياء يمكن لينا نديروهم في هاد المنظمات هادو. وكذلك الثمن ديالهم شي 21 درهم تقريبا. غادي نقدهم معكم غتشوفوا كيفاش الطريقه ديالهم. انا راه وليت دابا قاني على اسواق السلام، كل مره كندوز كنمشي نضرب طليله نشوف واش جابوهم اولا لا. المهم انا بغيت نشاركهم معكم باش سي جامي مشيتوا لاسواق السلام تردوا البال وتاخذوهم حتى نتوما وتستافدوا من هاد العروض هادو اللي دايرين. النقطه اللي كنت بغيت نهضر لكم عليها قبيلات وقطعت الهضره وكملت معكم هاد المنظمات، هي ان في صفحاتك على الانستغرام كنت بغيت ناخذهم ولكن لقيت الثمن ديالهم شويه طالع، ولكن كنت غادي ناخذهم الحقيقه. كنت لقيت 4 ديال لي بواط نفس هاد الاحجام هادو، الصغيره متوسطه والكبيره وحده كبر منها، لقيتهم دايرين شي 110 درهم.
دونك هادو الا خديتوهم هكا من اسواق السلام وبهاد الاثمنه يعني غيتقاموا عليكم ناقصين بزاف على داك الثمن اللي بحال اللي لقيت انا. دونك انا بغيت نشارك معكم هاد النقطه لان اي حاجه عجبتني وكنستافد منها فانا كنبغي نبارطاجيها معكم باش نتوما تستافدوا. نهار اللي كنت شريتهم ولقيتهم فانا بارطاجيتهم معكم في الانستغرام، غنخلي لكم الانستغرام ديالي هنايا مكتوم كذلك في صندوق الوصف، لان ملي كنلقى هكا شي ميزات كنبارطاجيهم معكم سور بلاس. غادي نكمل الغسيل ديال هاد المنظمات هادو لان شي حاجه اللي ضروري اننا نغسلوهم ونعقموهم عاد نستعملوهم. غادي نغسلوهم، درت في هذاك باش كنغسل واحد النقيطه ديال جافيل باش هكا يتحيد لا شي ميكروب اولا شي حاجه، لان واخا هما كانوا في البلاستيك ديالهم وما كيبانوا نقيين ولكن ضروري اننا ندوزو عليهم ما تعرف شنو داز عليهم. غادي نكمل الغسيل ديال هاد المنظمات ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوف كيفاش غادي ننظموا فيهم بزاف ديال الاشياء. اول حاجه غادي نديرها في هاد المنظمات هما هاد لي بيبيت دو شوكولا. شوفوا البنات ما تضحكوش عليا ولكن هنا فين كنت جامعاهم في هاد لي بواط هادو ديال الجبن كانوا كيساليو ليا وكنت كنقول لهم خليهم ما نلوحهمش نجمع فيهم شي حاجه اللي تكون هكا صغيره. دونك دابا ملي خديت هادو غادي نستغنى عليهم. فضروري اي ملي كنكونوا باديين في اي حاجه كنلقاوها فحنا كنستغلوها وكنردوها منظمات. دونك دابا فعليهم الله غادي نقادهم في هاد كل حاجه غادي نقادها في هاد المنظمات هادو، وان شاء الله منين غادي نزيد منهم فانا غادي نستغنى على كاع داكشي اللي عندي. كل وحده في شكل غادي نستغنى ان شاء الله على داكشي كامل. البواطه الثانيه درت فيها هذيك الذره اللي كنطيب للوليدات، هاد البواطه هادي كذلك غادي ندير فيها الزبيب لان كنت دايره غير في البلاستيكه ديالهم اللي كنجيبو ملي كنشري كنخليه في البلاستيكه ديالو. الا كانت خويا عندي شي بواطه فانا كنديرها سينو كنخليه غير في البلاستيك ديالو. دابا غادي نديرو في هاد المنظمه هادي. كيف ما قلت لكم راه كتهز سيترو. بالنسبه لهاد الصغار ديروا فيهم غير داكشي الصغير، وداكشي اللي عندكم كبير غنديروه في منظمات بيان سور اللي كبارين. اما بالنسبه لهاد الاخيره هذه فانا غادي ندير فيها اللوز باش هكا منين نبغي نستعملوه في الكيك اولا في هنا يعني هنا في رمضان غادي نلقاه قريب ليا. و الا شات لي شي حاجه غنخليها في البلاستيك وغادي نجمعها في واحد سطيل كنجمع فيه كاع داكشي اللي كيشات ليا ملي كيعمروا ليا المنظمات فانا كنجمعهم في واحد سطيل، وتيكون هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما قديت فيهم كل حاجه. كيجي المنظر ديالهم زوين وانيق، وكذلك هاد لي بواط هادو ترونسبارون كيبينوا لكم اشنو كاين في كل بواطه، ما تحتاجوش انكم تكتبوا عليهم السميه اولا تعلموهم.
اما بالنسبه لهاد لي بواط هادو الكبار فانا غادي ننظم فيهم هادشي ديال النيتواياج بحال هاد لي طابليت هادو ديال لافيسيل كنت مخليهم غير في الكرتونه ديالهم دونك دابا غادي نديرهم في هاد لي بواط هادو اولا في هاد المنظمات غادي يبانوا ليا مزيان وغادي يهزوا ليا نيت هادشي اللي كاين في هاد لابواط كامله غادي يهزوه ليا ومنين غادي يقربوا يسالوا غادي يسبان ليا يعني في البواطه راه قرب يتسالوا باش نعاود نشريهم. اما بالنسبه لهاد المنظمه الثانيه فانا غادي نخدمها في هاد لي بونج هادو ديال باش كنغسل الماعن شريتها كايا باكيه هادي خديتها غير بخمسة دراهم غادي ندير فيها هاد لي بونج هادو غادي نستفهم هنايا هنايا غادي يجوني باينين وجا المنظر ديالهم زوين وانيق بزاف يعني اي حاجه كنديروها في منظمات وكترتب فهي كيعطي المنظر ديالها زوين كذلك هاد الجيكس هذا اللي خديته حتى هو كنت مخليها غير في الساشيه ديالو دابا غادي نقادو في هاد المنظمات هادو غادي نستفهم غادي يجي المنظر ديالهم زوين فخليكم معايا ان شاء الله باش تشوفوا التتمه. اما بالنسبه لهاد المنظمه الاخيره فانا غندير فيها هاد المقابط هادو ديال الحوايج لان دائما ملي كنخرج نتقدا كشي حاجه تيبانوا لي كناخذهم لانهم دائما كيتلفوا لي دائما تلقاهم ناقصين دونك دائما كناخذهم بزايد باش نحيدهم البلاستيكه ديالهم درتهم في هاد المنظمه باش دائما يكونوا قرابين ليا ويجوني هكا باينين وحتى المنظر ديالهم كيجي مرتب وانيق. وما كاين ما احسن من التنظيم كيشوفوا كيفاش جا الشكل ديالهم جا زوين وجاو مرتبين وجاو غزالين انا عجبتني النتيجه ديالهم بزاف ما كرهتش كون كنت خديت منهم كتر باش نرتب فيهم بزاف ديال الحوايج يعني كثر من هكايا باش اي حاجه عندي في شي بواطه هكايا مغايره يكون عندي كل شيء الشكل ديالو موحد وتكون ويكون عندي البلاكار ديالي مرتب. بالنسبه لهاد المنظمات هادو ديال الثلاجه فانا خديتهم على هاد الغرض هذا باش ندير فيهم هاد القراعي ديال المايونيز الموطارد الصوجا في بلاص ما بقى ديرهم في الباب اولا مزلعي ليا تمايا في الثلاجه دونك هاد المنظمه هادي كتجمع كاع اي حاجه هكايا صغيوره كتجمع كيجي المنظر ديالهم زوين في الثلاجه. حابه لو كانوا كون خدي 6 ديال الخضر فغادي تكون الثلاجه مرتبه عندي واحد التنظيم ما شاء الله ولكن ما فيها باس ان شاء الله مره اخرى ملي نلقاهم وغادي ناخذهم. بالنسبه لهاد المنظمه الثانيه فانا درت فيها هادشي ديال الوليدات ديال ليكول اللي كيديو معاهم باش ما يبقاوش هكا مزلعين ولا سميتو يعني جمعتهم في هاد المنظمه هادي عجبتني بزاف النتيجه ديال الترتيب الشكل ديالهم زوين وانيق وكذلك البلاستيك ديالهم كيبان زوين وكيبان يعني ماشي داك البلاستيك المضبب اللي كيضر في العينين دونك انا غادي نقادهم ان شاء الله في الثلاجه وغادي نشوفوا الشكل ديالهم النهائي كيفاش جا. انا غادي نرتب هاد المنظمات هادو في هاد البلاكار هذا طلعت هادوك المنظمات الفوق ديال القطاني وديال داكشي الاخر فانا طلعتهم الفوق وهاد لابارتي هادي خصها باش ندير فيها هاد المنظمات هادو ودابا راه باقي ما مرتباش كل حاجه كوم يلفو يعني بلاصه دوك الاشياء ديال النيتواياج بوحدهم وديال المهم انا جمعت هادشي هنايا لان باقي عندي الاشغال في الكوزينه دونك غير حطيتهم هنايا ان شاء الله بيد ما نقاد الكوزينه كيف ما بغيت كيجي المنظر ديالهم مرتب وكيجي انيق وعجبوني بزاف. كنتمنى انكم تخليو ليا في لي كومونتير كيفاش جاوكم هاد المنظمات
مباشرة غادي ندوز باش غادي نوجد معكم واحد الشهيوة ديال رمضان اللي زوينة، وميمكنش شي طبلة ديال رمضان ما تكونش ما يكونش حاضر فيها، ولكن بطريقة اللي زوينة وسهلة ومختصرة للوقت. غادي نحضروا خبيزات هكايا معمرين او لا مخيمرات معمرين، درت جوج كيسان ديال دقيق الفورس، معلقة كبيرة ديال الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، وغادي ندير جوج كيسان ديال المدافي. الطريقه ديال العجين غتكون سهله، ما غندلكوها ما غنتعذبوا فيه ما غنتعذبوا عليها. غادي نحرك هاد الطحين مع الماء حتى يولي لي واحد الخليط شي شويه بحال ديال الكيك، وغادي نغطيه بالفيلم اليمونتير وغادي نخليه مده ديال 20 دقيقه. في هذا الاثناء فانا قطعت البصله والفلفله وحكيت خيزو، حكيتهم في الهشوار اللي خديت من عند عصام، راه كنت شاركتها معكم من قبل، هناتني الحقيقه من داك التقطاع ومن داك تماره، ودرت زدت معاهم واحد شويه ديال الكفته باش غادي نصيبوا العماره ديال هاد المخيمرات هادو، درتهم في هاد المقله هادي اللي خديت حتى هي من عند عصام. درت شويه ديال الزيت، زيت المائده اولا زيت البلديه، شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وغادي نشحر هذه الخضيره هذه. اللي زوين في هذه المقله هو اننا يعني انها اولا ما كتحرقش، ثانيا كنغطيوها بالمقله ديالها الفوقانيه، يعني وكيرجع عليها الصاد في بلاصه ما كنقلبوا على شي غطايه ديال شي طنجره اولا باش نغطيو المقالي ديالنا. فهاد المقله هذه فيها جوج في واحد، يعني كتغطي وكطيبي او ميم طون. غادي نزيد شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، وشويه ديال السكينجبير، ما نكثروش السكينجبير بزاف لانه كيجي مجهد شويه في هاد العمارات هادو. صافي، وغادي نشحر هاد الخضيره هذه حتى تشحر ليا مزيان وكلشي يدبل ليا، ومن بعد ان شاء الله نشوفوا التتمه. من بعد ما دازت 20 دقيقه على العجينه ديالي، شوفوا كيفاش ولات، يعني راه تفاعلت هذيك الخميره مع الدقيق والماء. غادي نكمل ليها التتمه باش ان شاء الله غادي نشكل هاد الخبيزات هادو. غادي نزيد جوج معلقات ديال زيت المائده، شويه ديال الملحه، وغادي نضيف جوج كيسان ديال الدقيق ديال الفينو اولا الدقيق الاصفر باش كيجيو هاد الخبيزات هادو رطبين، ما كيجوش فيهم غير الفورس. غادي نغربلهم، غادي تقولوا لي علاش كتغربلي في هادي، فتلف ليا داك الغربال ديالي كبير، ما عرفت فين مشى. المهم انا عدي صغير بهاد الصغيبه، هاد الصفايه صغيرة، ولكن الحمد لله راها صفات ليا. غادي نعجن هاد العجينه ديالي، الا شفتوا العجينه مازال خفيفه فغادي تبقاو تزيدوا الدقيق الابيض حتى يعني تجمع لكم العجينه. نحاولوا ما نديروهاش قاصحه، نخليوها طريه باش كيجيو الخبيزات ديالنا رطيبين. من بعد شكلتهم هكايا كرات صغار يكونوا قادين، لان غندير على حسب المخيمرات واش كتبغيهم كبار اولا صغار، فانا غادي نديرهم غير صغيورين، كتعجبني الحاجه تكون صغيره. من بعد ما شكلتهم دهنتهم بشويه ديال الزيت وغطيتهم بالفيلم اليمونتير غير يرتاحوا واحد شويه، ماشي باش يخمروا لانه ديجا يعني خمروا في هذيك العمليه الاولى اللي درنا. مباشره غادي ندوز باش غادي نشكل هاد الخبيزات ديالي. كناخذ واحد الخبيزه كنطلقها شي شويه كبيديه وكنجمعها كندير فيها شويه ديال العماره، يمكن لكم ديروا شي شويه ديال الفرماج. انا مهم عليا، صافي قلت درت غير العماره صافي وجمعتهم هكا بشكل عادي. حاولوا انكم ملي تكونوا كتقرصوهم ما دهنوهمش بالزيت حتى تساليو. علاش ما ندهنوهمش بالزيت؟ باش ملي نبغيو نجمعوا ديك الخبيزه تجمع لينا، الا كانت العجينه مقيوسه بالزيت ما كتبغيش تعاود تلصق لينا. دونك حتى نجمعوهم بحال هكايا عاد ندهنوهم بالزيت باش ما يلصقوش لينا في البلاطو. غادي نكمل التتمه ديال هاد الخبيزات كاملين. كيف ما شفتوا العمليه سهله والله ما كياخذوا الوقت بزاف وكيجيو لذادين. باش ما يجيكمش الفيديو طويل انا بديت كنطيب. غادي ناخذ مقله اللي تكون خفيفه، حقا مؤخرا ما بقيتش كنطيب هذيك المقله الثقيله لانها كتشد شي شويه الوقت. غادي ندهن شويه المقله ديالي بالزيت، ماشي باش يجيو مزيتين وانما غير باش كيجي اللون ديالهم ذهب. غادي نقرصهم بشويه ديال الفينو، انا كنبغيهم يجيو شي شويه هكا حرشين. وغادي ندهن كل مخيمره من الفوق غندهنها بشويه ديال الزيت من جوج ديال الوجوه باش هكا كيجي الزيت كتعطيهم داك اللون مذهب وديك التحميره ديالهم كتجي زوينه.
انا ما كنطيبهمش يعني كاملين، في كنحمرهمش مزيان، كندير لهم غير نص طيبه تقريبا، باش ملي نبغي نسخنهم ما كنبغيش نسخنهم في بانيني وما كنبغيش نسخنهم في الميكرووند، كيعجبني انا نعاود نسخنهم في المقله باش كيبانوا بحال الا يلاه طيبتهم، يعني ماشي حتى الا شاطو لنا درناهم في الكونجيلاتور ملي كنعاودو نسخنهم كنكملو لهم الطياب كيجيو بحال يلاه طيبتيهم. الفكره سهله وشي هو اللي زوينه كنعمرو بها المائده ديال رمضان ديالنا. غادي نكمل انا التتمه ديال هاد المخيمرات هادو، وغادي نكون وصلت النهاية ديال الفيديو ديالي، كيجي ولدادين بزاف وكيجي وكيف مشتو الطريقة سهلة. كنتمنى هاد الفيديو تنال الإعجاب ديالكم، شكرا بزاف على المتابعة، ما تنسونيش ملي لايك إلا عجبكم الفيديو، وبسلام عليكم إلى فيديو آخر إن شاء الله بإذن الله.